محمود علي سليمان رماح وقيا أريما قدا عسب قعدالة يدريال كيوعد وقيمة كميدة ورباين تقول هذا يعرون تو عسب كل ياي مقالة أرقيسا يوحا وما وشاقي إن لقد سايو مقالة بران يسو وشاقي إن دسما سيد سيسو هاي دو يو ان دي بي ونا دي سيسو بارلا من كما مقبلات كبوتلا يسو غو باقي وزير كوزارة أريما قدا وزير كأريما دي بدا وزارة دو قرشين تا يمدحونا الجمهورية دو سومالي لان إن يارين تاسي وحكا قبطان حقاياها أوكاها ليا أي واحد الذي سيكم بدها وحا أكتهن إن بران مانتا إيادو آني حكومة دو واحد طلابا هورا آني كقادن بران أوكام بدا دلك الجمهورية دو سومالي لان إن يو ان دي بي أي مانتا قندراس كو بحسي أو لس كرد سيسو أي تريو حلو لس يا بار لبنكا قبل كام تشيرتين يا رتي وانا نصيب درو وانا نصيب درو وانا نصيب درو وانا لاني واحد لوجا بهي وزارة قرشين تها وزارة دا أريمها جودها وزارة دا أريمها دبدا مدح وينها إن يقرن يو إن دي بي طلاب الشرعي أنا كقاضان دل كنا كساران هي إذا هسي فرقلين تقاون كوهايا قرن قرن لمدة سومال لان إيه كلا قوقب كيدا فنتي كشقين ايا إنه طلابة هذا كقاضان ايان خلقاسي اسو چيدين لها فلنتا آد نوانو عمبارين انا وانان وقوحونا هاي ومدر غير سومال لان دل كيدا إنه هاي دل دحشوغا او كشقين ايا اي كدح شقيستان رالي كمان نقرينو محمود علي سليمان رماح وقيا رماح قدا حسب عدالة يدري الكوعد وهذا الكيس سيوطا أي أصيد وكل واحد وكه اللي قلب أي كان وسارة إسكاسين تي تكنولوجيا دي سومالي لان سوق شجعين قلب كاسي لقول ده يصير يو حق الشعب كا سومالي لان وقيا وكه اللي يا أي يدي كا إسكاسين تا إتشمورية دي سومالي لان مركي بارلمان كوي يران مضفرين وكهر قرتي إسكاسين تاسي لغو قلب كاسي إسكارسين تا لغو دغي سلايا وحي كوهوري مانيسا قدب دستوريا وحي كوحد قد بيسا قلب كاسي إيو فعل كاسي وزارة دو أي لأي مانيسا قف كبنا آدم كا إرهب سومال لان حق وحولي يهي ay ku xaq in la dhageysto xaqoogu loogu male uma hadlayno dabshiiliye talasoom waxaan u hadlaynaa dadka reer Soomaaliland xaq loogu male ayaanu leenahay waxaan ay ka hor imanaysa waanaanu diidanahay waanaanu ka soo horjeednaa nagumanay namanay qancinin intii wasiirka uu ka sheegay runtii aad iyo aad baan uga xunahay sidoo kale xogayaa oo hadalkiisa si wata ayaa ka hadlay caburinta saxaafada fariin uu diray xukuumadda Soomaaliland sida aad ogtihiin labada TV ee qoraalada loo soo qoray waxaan leenahay waa caburin saxaafadeed wax badan bay u baahan tahay saxaafadu in runtii laga qabto uma baahna caga jugleyn uma baahna waxa ugu liidata oo ay amar ay soo saareen ay ku joojin lahaydeen warka dalka iyo ka dibadda in la kala saaro ay idin isla dhigaysaan laftigiinu inay taasoo idinka joojiyaan bay ahayd laakiin inay idin wareysay qaadeen oo qof mucaaradi ku hadlay in la idin ku hanjabo distoorkeenuna ma banayn saxaafadana runtii xeerarku waxbay siiyeen waxa leeyahay وإن لا دورة شرعية دلكا بجبدي حقيا حسبك معارض كوعد وهذا الكيس سيوطا أي وحو باقو دريم مدحونا جمهورية الصومالي لان موسى بيحي عبد وحي أمد مدحوينا كو دورتي ما هين تن مانتا لغا عركيا ولغا تشوغو مددي لغا دورتي سند لغا تشوغو برونتي وحنكا أدكي سويني xaaladaha dalka maanta ka taagan mucaarid baanu nahay waxaan u taaganahay qaladaadka dawladda inaanu sheegno ka madaxweynaha sheegno ka wasiirada sheegno madaxweyne waa dhalinyaradaadii ka afadhiiste waxaan ka codsanaynaa inaad tiraahdo joojiya
yooyootanka lagu yooyootamayo oo sirta dawladdu ay ahaato mid halkeeda lagaga shaqeeyo iyo wadatashi iyo kala dambeyn iyo inaad isu keento ururisa xukuumaddaada. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Awowo, Star TV, Hargeysa.